السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة ابن الواحة، أهلا بكم وفيديو جديد. في فيديو النهاردة يا جماعة، بناء على طلب أحد المتابعين لقناتي قناة ابن الواحة، بيسألني إزاي بتركب لمامة محشة البرسيم. هو كان اتفرج على الفيديو بتاع تركيب اسطوانة محشة البرسيم، هتلاقوه انا سايب قائمة تشغيل بكيفية تصليح محشة البرسيم فيها اكتر من 60 فيديو. استاذ محمد الشرقاوي، احنا ان شاء الله زي ما حضرتك شايف قدام الكاميرا دي اللمامة بتاعة محشة البرسيم بالوضع ده، احنا هنمسكها لك بكذا اتجاه اهو، دي اللمامة بتاعة محشة البرسيم. لو لاحظنا يا أستاذ محمد، اللمامة بتبقى مخرومة أو عاملين فيها حوالي 4 فتحات، فتحتين من قدام وفتحتين من ورا. ليه الفتحتين؟ ليه؟ عشان أنا بجيب أفيز للفتحتين دول وأفيز تاني للفتحتين اللي ورا، بيمسك في الماسورة بتاعة محشة البرسيم وبنربطه بمسمارين 10 على اللمامة. طيب هنعمل التجربة قدامك كده. ان الاول في البداية نوري لك الافزان بيبقى شكلها ازاي. ادي اول افيز يا استاذ محمد ولكل المتابعين، ده افيز اهو عادي صاجة بيعملها لك الرجل الحداد، وبيديها فتحة من هنا وفتحة من هنا على اساس ان هي تكون ايه، تعدي مسمار 10. طبعا احنا معانا ايه، ادي افيز تاني، افيزين بنركبهم، بيبقوا راكبين كده يا استاذ محمد لو ركزنا اهو، بيبقوا راكبين بالطريقة دي والماسورة بتبقى موجودة جواهم كده. وبنحتاج 4 مسامير 10 بحوالي 4 ورد، يعني حوالي 8 ورد بمعدل وردتين لكل مسمار. احنا بالراحة كده هنركبها مع بعض، يبقى زي ما حضرتك شفت اهو الفتحات اللي موجودة. معانا المحشة اهي، نوقفها كده. هتبقى بالطريقة دي يا أستاذ محمد اهو بالوضع ده زي ما حضرتك شايف وزي ما حضراتكم شايفين بالوضع ده. هنجيب الأفيز الأولاني، وبنروح مركبين مسمار، بس عايز يتشبط اول مسمار، هتلاقي العمليه كده ايه، بقيت سهله. نركب المسمار اللي تحت،
تعال اوضح حالك كده. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه ركبنا اول افيز، هنركب الافيز الثاني، بنركبه كده والمسامير بتبقى الناحيه الثانيه. معروف كل مسمار بوردتين. هنركب المسمار الأخير. كده ما قداميش غير حاجة واحدة بس، ان انا ايه اقرط على الصواميل دي واجمعها بمفتاح 10 طبعا كده. احنا مش هنسيبها كده، هي عدلتها بتبقى كده نفس الطريقة كده، عدلتها بتبقى بالوضع ده زي ما حضراتكم شايفين. يا رب يكون الفيديو واضح يا جماعة. دي الطريقة اللي احنا بنركب بيها محشة البرسيم. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.